ماشي اتفضل شي الى مالك. عندنا ما زلنا في مساله الصيد. مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عامر. الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. امين امين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى عليه قال في موطئه وزلنا مع كتاب الحج باب ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد. قال عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعه انه قال رايت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رحمه الله عليهم جميعا بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفه ارجوان. سبحان الله. اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تاكل انت؟ فقال رضي الله عنه اني لست كهيئتكم. عثمان الذي قال ذلك قال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. ماشي الذي بعده يا عم الناصر انت واقف ليه؟ قال باب امر الصيد في الحرم ولا خلاص انا تايه منها ما فيش خلاص خلاص. مالك عن عبد الله بن ابي بكر هو محمد بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عامر بن ربيعه العدوي مولاهم العنزي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابوه صحابي شهير قال رايت عثمان بن عفان بالعرش وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيف. وهذه المساله مساله خلافيه. مساله تغطيه الوجه تعلمون انها مساله خلافيه. البعض يعني الجمهور يرون انه لا يجوز تخمير الوجه او بعض المحققين يرون لا يجوز تخمير الوجه لحديث لا تخمروا راسه ووجهه. وزياده هذه ضعفها العلماء. الذين قالوا ذلك ضعفها العلماء. قال فالذي ضعفها قال يجوز تغطيه الوجه. يبقى اذا الكمامه او شيء اللي بيفعلوه الرجال ما فيها شيء، المراه لا يجوز. لان المراه احرامها اصلا فين؟ في وجهها ويدها. فلا يجوز النقاب. نعم. فكان عثمان يرى انه يجوز تغطي الوجه فغطى وجهه بارجوان يعني خرقه حمراء. وهذه فيها دلاله على استخدام الاحمر في هذا الباب والاحمر. لكنه تغطيه الوجه هل هذا لباس؟ هل يدخل في اللباس؟ النهي عن اللباس اصلا. مفهوم؟ وذاك الكلام هنا على هل هو زي ملبوس؟ ليس ملبوسا. هو ليس ملبوسا. لا ليس ملبوسا. وهو لذلك ما في انكار بحال من الاحوال ولا يدخل في الخلاف الذي فيه لبس الاحمر. نعم. يقول ثم اوتي بلحم او بلحم صيد فقال اصحابي كلوا فقالوا اولا تاكل انت؟ فقال اني لست كهيئتكم. يعني انا لست كصفاتكم لان هو امير المؤمنين وهم صادوه من اجل. وهذه ترجع للمساله التي اشبعنا فيها البحث وهي ايش؟ لحم صيد البري حرام على الاطلاق. لحم صيد البري حرام على الاطلاق لعموم قوله تعالى حرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما الا اذا صيد دون بغفله من الاكل من المحرم لا يعلم عنه شيئا واوتي به والذي صاده ما صاده اكراما له بل صاده لياكل ثم صادف محرما فقال انزل كل معي. فهمتم؟ هذا الذي يجوز اكله. لما؟ لان ابا قتاده ما كان محرما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا ومر على الميقات ما اراد ما احرم لانه كان مشغولا ما اراد الحج والعمره في الوقت اراد انجاز العمل ثم الحج والعمره. ثم صاد حمارا وحشيا واراد ان ياكلوه ان ياكل اصحابه معه بعدما قابلهم ابوا عليه فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احدكم اعانه على ذلك؟ احدكم اشار اليه وهم يقولون لا 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 فقال كلوا ثم قال ما معكم منه شيء فاكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا فعل النبي قد اكل ففيها دلاله انه يجوز الاكل من الصيد الذي صاده الحلال ولم يصده للمحرم اصاله ولم يعنه المحرم على ذلك فان اعانه قلنا لا يجوز وان اشار اليه قال قلنا لا يجوز وان صاده بنيه انه يصيده للمحرم لا يجوز كل ذلك ايش؟ ها؟ كل ذلك جاء من حديث صعب بن جثامه. لما رده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ابا قتاده؟ فقال ان 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 لم نرد عليك الا انها حرم. ايش بقى العله؟ صاده له اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لو ايه؟ لو ما كان قصده ماله؟ ايوه نعم، للمحرم خاص، للمحرم خاص. نعم. ومالك عن هشام بن مروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت له: يا ابن اختي اسماء، يا ابن اختي، انما هي مده الاحرام 10 ليالي، فان تخرج يعني في نفسك شيء، تجعل الخلجات في نفسك شيء، فدعه مخافه ان يكون اثما او خطا. وعائشه تعني بذلك اكل لحم الصيد، يعني اتركه ايش؟ حسبة. ها؟ حسبة يفعل ذلك. أنه يترك حسبة لله جل في علاه من باب الورع، لكن لا يلزم الناس به. يعني لا يأكل على غرار الآية وظهور الآية. الآية على ظاهرها إيش؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، فهو يقول نعمل بعمومها، ويأخذ بذلك، يأخذ بالأحوط، لكن لا يلزم الناس به. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ملأ، إلى ملأ يريب. وقال: الحال بين وحال بين وبينهم أمور. نعم. نعم. هو عنده ظاهر الآية، فين التكلف؟ عنده ظاهر الآية. نعم، أنا أقول بذلك. طالما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كلام، ده تكلف. فاهمني؟ لكن لو قال خلاص أنا أترك، لأن عندي مانع، وعندي إيش؟ مبيح حاضر ومبيح، والحاضر قادم على المبيح في التأصيل، فله وجهة في هذا الباب. فاهمني؟ نعم. قال مالك: في رجل محرم يصاد من أجل صيد، فيصنع له ذلك صيد فيأكل منه، وهو يعلم أن من أجل صيدة فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. يعني عليه الجزاء، الفدية يحكم به ذوى عدل، ويكون هذا أكل ميتة، لابد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن الصيد إذا صيد له يكون ميتة. وسئل مالك عن رجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل ميتة؟ فقال: بل يأكل ميتة. شوف جعل الميتة مقدمة على الصيد. فهذا قول الجمهور، مش قول مالك بس، والشافعي أيضا واحمد. والصحيح الذي ندين الله به انه ياخذ الصيد حلال في هذا الباب. فكيف نسوي هذا وذاك؟ هم قالوا: طب ما هو ميت له. قلنا: بس حقيقه الامر انه ليس ايه؟ ليس ميت، هو في حكم الميت. فرق بين ان يكون ميت او يكون في حكم الميت، لذلك الصيد اولى له بذلك. وطبعا وجهه نظر الفقيه عند مالك ايش؟ قال: حرم عليكم صيد البيت ما دمتم، ولا 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 دلاله على الجواز فيه، ما فيش ترخيص. اما الميت قال ايش؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فقال: لا، جاء الرخصه هنا، وهذه وجهه نظر قويه جدا، اثريه، وجهه نظر قويه جدا. لكن الحقيقه لانهم انزلوا الحلال منزله الميته، قلنا الصيد اولى بذلك لانه صيد حلال. قال مالك: واما ما قتل المحرم نفسه أو ذبح من الصيد فلا حل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي. خلاص كما قلنا أنزلوه منزلة الإيش؟ وأما صاد الحلال، المحرم لا يجوز أن يأكل منه، لكن الحلال يجوز له أن يأكل منه. شو بيقول أو ذبح من الصيد فلا حل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي. كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل لأحد، وقد سمعت ذلك من غير واحد من العلماء، إشارة لأنه لم ينفرد بذلك إلا تقليدا لهم وزيادة أشهب عن مالك ممن كنت أقتدي به وأتعلم منه. فمراده أنهم من شيوخي، إذ المجتهد لا يقلد غيره، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة، وهذه الكفارة كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكله، فلا يتعدد الجزاء. وبهذا قال الجمهور خلافا لقول عطاء وطائفة: إن ذبحه المحرم ثم أكله فكفارة الذبح ثم كفارة الإيش؟ ثم كفارة الأكل. ما هو وقع في محظورين، المحظور الأول الصيد والمحظور الثاني الأكل، فيبقى عليه كفارتان. والصحيح أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة من نوع واحد، صيد وأكل الصيد. تأخرتما وفاتكما كم درس فات؟ ها؟ انت بتوصله من الان الذي هو المخطئ؟ ها؟
عشان بس الكهرباء قطعت. ليه هم شايلينه بالورد منزلينه سبع؟ انا فكرت الدور السبعين او الدور السبعمية. تقول ما يهم، كنت تنزل على الترابزين تركبه كأنه حمار وتنزل عليه. شوف ضربة بعضهم في بعض ازاي. يلا شيخ الذي بعد. يبقى اذا لو صاد صيدا وهو محرم عليه كفاره. طب لو اكله عليه كفاره ثانيه لانه وقع محظورين، وصحيح ان المحظور منه ايش؟ واحد، فيكون عليه كفاره واحد. نعم يعتبر. وهل نقول انه ذبح صحيح لكن يحرم عليه؟ لو 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 محرم الجمهور لا يرون ان هذا ليس بزكي، ليس زكاة. لكن لو حلال يصح. هو هنا الان يجعله ميته كمان. تفضل. الحمد لله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه ساق السند عن عائشة أم ساق السند عن هشام. أمر الصيد في الحرم يا بابا. باب الصيد في الحرم. نعم. قال الإمام رحمه الله عليه أمر الصيد في الحرم. قال يحيى قال مالك رحمه الله عليهما قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء. فعندنا صور ثلاثة. قال ما كل شيء صيد في الحرم من الصيد وإن كان الصيد حلا أو أرسل عليه، أصلا الصيد فين؟ في الحرم وهو ممنوع آمن. فمن صاده إن كان حلالا أو أرسل عليه كلب ونحوه في الحرم من الحل، فالكلب أخذه من الحرم أخرجه إلى فأخرجه الكلب من الحرم إلى الحل فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله. الصورة متصورة. الأرنب أو الغزال، الغزال موجود في الحرم وصياد الغزال في الحل، مفهوم؟ ومعه كلب معلم، فأرسل كلبه أرسل من وين؟ من الحل، فدخل الحرم ثم أخذ الغزال فخرج بها إلى الحل فقتله في الحل. مالك يقول لا يؤكل. لما؟ على الأصل، لأنه وين؟ حرم. أخذه من وين؟ حرم. الجمهور بعض أهل العلم قالوا أنه يجوز أكله لأنه في حقيقة الأمر لما صاده ويش؟ في الحل. لكن ما الذي جعل مالك يقول بذلك؟ قاعدة الكبرى حسب مادة سد الزريعة، ولأنه لما أرسله من الحل يرسله من الحرم فحسب مادة سد الزريعة، وقال أنه لا يجوز أكله لأنه في حقيقة أمري أنه إيه؟ أنه أخذ من الحرم، ما أخذ من الحل، أخذ من الحرم فكان له حكم فلا يأكله. وإن كان البعض يرى أن حقيقة صيد مكاتل في الحل فيجوز أكله. ها؟ أيما هو لذلك حسم المادة، لذلك طبق قاعدة سد الزرائع. وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل. يقول عن فعل ذلك جزاء الصيد، يعني الذي فعل ذلك وهو في الحل عليه إيش؟ الجزاء، يحكم به ذوى عدل منه. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل. أيضا يبقى إذن هو أرسله في الحل ماشي، فلما طلبه ما اصلا كان في الحل، الغزاله في الحل. انظر هنا هذه المساله، والمسالتان متشابهتان والحكمان مختلفان، ولما اختلف؟ فكروا بقى في القيام. تقول الصوره الثانيه زيد مع كلبه المعلم مع فهده المعلم مع بازه او شاينه المعلم جيد، وغزال تجري امامه في الحل فارسل عليها الكلب او الفهد، ارسله عليه فلم يدركه الا في الحرم فصاده فلا يؤكل وعليه جزاء الجزاء. هنا مسألتان مختلفتان حكمها صار عند المالك ايش؟ واحد. الآن لما أرسله وين؟ ها؟ في الحل. هو حلال خلاص، لما أرسله وين؟ في الحل. والصيد وين؟ في الحل. لكن لما صاده في الحرم. هنا بقى اسمها ايه؟ إذا تقدم الحاضر والمبيح يغلب الحاضر حسب المادة سدة الزريعة.
ده قاعدة مالك. ففي الأولى حسب المادة بنوع عندنا نوع من الحل والحرام، فحاضر ومبيح غلب الحاضر. هنا حل ثم حرم، فغلب الحرم على الحل، الحاضر على المبيح، فقال عليه جزاؤه ولا يأكله، أو قال لا يأكله لكن قال ليس عليه الجزاء لأنه لما أرسله أرسله في الحل، قال ليس عليه الجزاء لكن لا يأكله، لأنه لما قتلوا قتلوا وين؟ قتلوا في الحرم، فأعمل الحرم، لأن دخول الحرم ليس من فعله، وأرسله في الحل. تعرف لو 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 كان في القرب وعلى خط وأرسله، يعلم أنه لو أرسله الخطوة التي يخطوها الفهد أنه يكون في الحرم، عليه الجزاء، عليه الجزاء. لكن لما أرسله في الحل وهو لا يدري، لأن الغزال ممكن يتعرج، الغزال بيتعرج، المشكلة الغزال يلتفت كثيرا ويتعرج كثيرا، الأرنب هو الذي يحاورهم أكثر. شوف الغزال أسرع بكثير، والغزال يكون أسهل الفهد من الأرنب. ليش؟ الأرنب كالحية لكن على إسراع، على إسراعه يعني يذهب ويجيء، فالفهد عبال ما يذهب ويجيء يكون يتلوح، يعني بيحول له عينه، يذهب هنا يذهب يسارا يذهب هنا يذهب، ما يستطيع أسر أي شيء. أما الغزال أسرع منه لكنها كل شوية تلتفت خلفه، فالالتفاتة دي تخليها إيش؟ أقعد، فيستطيع يجيبه. لكن الأرنب ما فيش، بيجيبه ويودي، يجيبه ويودي، كأنه بيلعب معاه هذه الكرة في هذا الباب. فبيصعب جدا يعني في أكثر من فهد على أرنب واحد، لففهم السبع لفات ويذهبون ويجيئون ما يستطيعون. فهو لو كان في الحل هذا الباب يبقى إذن هو ما أرسله الحرم، لكن لو كان بينه وبين الحرم خط فأرسله فدخل أول خطوة له في الحرم، يبقى إذن لا يؤكل، وأيضا عليه أيضا الجزاء. لذلك شوف قال إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن صار قريب من الحرم فعليه جزاؤه، لأن القرب يصير دخوله كأنه فعله. ودي أيضا تطبيق في القاعدة. فين ياسر حبيبي؟ ياسر المجنون فين؟ ياسر المجنون فين؟ ها كل شوية يجي يقول لي حمود تعبان ما في قمتش، ولا سافر ولا إيش بالضبط يا أخ؟ قاعدة اسناوي القاعدة تفضل. لا طبعا مش كده، بس اتفضل يا استاذ حسام عاشور اورش. الجواز الشرعي في الضمان، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا استاذ، ده صاحبها ما قالهاش، ايه الجمال ده يا كريم باشا، اهلا اهلا. انا بقول لك تعالى اشرب شاي، ما القاعده حقا ممتاز. على المجاور ياخد حقوق المجاور، على القرب المجاور ياخد حقوق المجاور. نعم. فؤاد المصنبطة الحاضر يقدم على المبيح من باب الحيطة، المجاور ياخذ حكم المجاور. اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الأحكام، من وين بقى هذه؟ ماشي، والعكس في أظهر من كده. إيه بقى الأظهر من كده؟ يا سلام يا كريم. نعم يا باشمهندس. يطلع بره كله بره، يطلع بره يبقى دخل بره. لا المستوى شوف ده يا ده ابو الضفادع، ابو الضفادع سيب الفهلاوي، ابو الضفادع شويه، ابو الضفادع احمد. يا جماعة الخير، عثمان بن عفان يقول لمن معه من المحرمين كلوا، قالوا أنت، قال لست كهيئتكم. اختلاف الصفة أدت إلى اختلاف الإيش؟ الحكم. هو أصلا هم ليسوا في باله اللي صائد، الصائد اصطادوا لمين؟ لعثمان، فقال المسألة لي وليست لكم، فكلوا وهو لم يأكل. لما اختلف الوصف اختلف الإيش؟ الحكم. يا سلام على المفكرين يا كريم باشا. ها؟ لا انا اتكلمت على كل الاحاديث، مش الفوائد كلها من كل الاحاديث، صح ولا لا؟ يعني انا ما عمتش عليك. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.